والله اليوم ضغطك بجنن، ما شاء الله عليك جيهان بيك، كتير منيح، عم تتحسن فورا. ايه نحن من الجيل القديم، ما مننكسر بسهولة. ايه والله واضح مبين عليك. طبعا ليكو مع مين عم احكي؟ انت وقعتي على الارض قدامي، مفكرتيني ما بعرف يعني كيف صرتي هلا؟ كيف؟ مين قالك شو صار؟ ما حدا، انا شفت. كيف شفت؟ انت كنت غايب عن الوعي. ما بعرف كيف، شي غريب، في شي مني كان هنيك. بيقولوا انه الانسان ما بيعرف انه مات، بس بيحس بهالشي. مثلا حسيت انك عم تبذلي جهدك لتنقذي حياتي، حسيت بفرحة الناس اللي ناطريني لموت، وحسيت قديش انا شخص وحيد، بيعرفوني بمصاريي، مفكريني اني بملك كل شي بهالحياة. لو اني بملك كل شي بحتاج لحدا جنبي. اكيد عيلتي صارت تدعي علي يموت ويخلصوا مني. لا مو معقول يقولوا هيك، ما حدا دعا عليك. نشكر الله في عنا مين يحبنا. خاطرتي بحياتك كرمالي وانقذتيني، حلال عليك يا فروج. شكرا بيك. يلا هلا خليني اغير لك السيروم. تمام، رح احاول ما وجعك. مو مهم. مرحبا عمي، منيح رجعت لوعيك، رحت جبت لك شوية اغراض. واصلي واصلي، ما فيني سلم هلا. على فكرة اورهان ما خبرني اي شيء، بس جبت لك طقم بيجامة وبوت وشوية شغلات خاصة. والله ابن اخي من صغره هو بطل، دائما بفكر بعمه. تعا تعا خليني ضمك. تعا عمي الله يطول بعمرك. لو حظك حلو كنت متت لك عن ما هيك جيهان. لو اني متت كنت هلا صرت غني، ما هيك يا غدار؟ لك انا درستك وعلمتك وخليتك تستلم كل شغلي، بدك ياني موت يا قليل الوفاء؟ روح من وشي، ما بدي اشوف وشك بحياتي. عمي عمي انت فهمان الموضوع غلط. ماني عمك بعد هلا، انا سمعت اللي حكيته عني. روح من هون اورهان، اورهان ارميه برا لهذا الحقير. يلا عمي اسمعني. يلا 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 خلص، يلا ماشي طالب. شيلي هالاغراض، خديهم من وشي فورا، اعطيهم لشي حدا فقير. انتو مو قرايب، انتو عقارب كلاب انتال. خلص الكل ناطريني حتى موت. خلص جيهان بيك طول بالك شوي، خليني زبط السيروم هلا. ربي دخيلك. ماشي طول بالك وروق شوي. خلص.